انضم لنا عبر الهاتف سماح سلامي عن جمعية معا. صباح الخير لك. نعم صباح الخير. صباح الخير سماح. بتصبح عليك يا ست نبيلة. صباح الخير. اهلا فيكي. رغم انه كثير صعب الواحد يكون بعرف فاهم عليك، وعشان هيك عم نتحدث. رح نسمع منك عن دور الجمعية على المستوى الشخصي، عن استهداف النساء في الدول، في المدن المركزية تحديدا المختلطة. شو بتخبرينا في هذا الصباح؟ للأسف يعني ضحيات اليوم حتى من بعد نقسمهم ما بنقدر يعني ننشروا النخوات تنتين اللي هن بنضموا لقائمة النساء اللي دفعوا ثمن غالي لإهمال و يعني تقاعس كل المؤسسات الحكومية حتى وغير الحكومية في حماية النساء العربيات في مدن المركز. 40% من قتلى من المجتمع، يعني الضحايا الإناث من المجتمع العربي هم من منطقة المركز للأسف، يعني رمل، البد، يافا، طير، الطيبة. يعني نسبة الجريمة في هاي المدن أعلى، وطبيعي إنه يكون عدد النساء الضحايا هم أعلى، وهذا هاي الإحصائيات جدا مؤلمة يعني، وحتى صارت يعني نقبلها كأنها واقع. اليوم كانت جريمة اللي تقريبا الكل بيعرف انه في هون خطر، الجيران كانوا يحكوا عن انسان ما كانش لازم يكون عايش بهاي المحل، على عالف يعني دار لشركة السكن او الاسكان العام الحلميش، واللي بيعرف يافا بيعرف ايش يعني هاي الشقة كيف بتكون. طب. يعني بتكون اكتر اشي 70 متر، وتخيل 13 شخص عايشين بهذا المحل بكثافة سكانية عالية جدا، وبتخيل انه يعني العائلة اكيد راح تكون العائلات اللي ما عندهاش امكانية انها تسكن بسكن يعني ملائم. الاخوات التنتين كانوا اميات جداد، يعني اليوم احنا مش بس عم ندفن تنتين، احنا كمان يعني عم نحكم باليتم على طفلين صغار. يعني الألم اللي بتعيشه مدينة يافا كتير كتير، يعني ما شفتش يوم حزين مثل هذا اليوم وأول رمضان. فكل وكل مع كل أحداث غزة، وفي كتير من أهل يافا اللي بيعرف أهل يافا، يعني في كتير قرابة وقرب يعني من غزة، مش بس جغرافيا، كمان في ناس عائلات كبيرة من غزة عايشة في يافا والعكس. فكل الخلطة هاي، كل التركيبة هاي أنا بشوفها فاجعة يعني مجتمعية، ضربة كتير قوية للمجتمع المحلي بيافا، وكتير صعب علي أنا كعاملة اجتماعية يعني اللي بحاول أشغل بهاي المنطقة، يعني إنه الحقائق هاي بتعيد على حالها كل الوقت، إنه كأنه هذا العنف هاي واقع حياة. امبارح كمان قتل شاب من الرملة، كمان حتى ما دخل الأخبار، يعني كان صار إطلاق الرصاص عليه قبل كم يوم، ومبارح ضرب أنفاسه الأخيرة من الجواريش. فالسلاح يعني مستشري هيك وملان بكل محل بهاي المنطقة، عم بحصد أرواح كتير كبيرة وأرواح كتير غالية، وعم بيهدم المجتمع من جوا. هذا اللي احنا مش قادرين نفهمه ولا نستوعبه. بدل ما يكون في تكافؤ، بدل ما يكون في تضامن، تكافؤ اجتماعي، عم بنفكك بعض من جوا. وكل المؤسسات الحكومية عم بتشوف وتتفرج، يعني كم عامل اجتماعية في عربية في مدينة يافا، كم عامل اجتماعية في بلد والرمل. هاي هدول البنات التنتين، الصبايا التنتين، ما كانش ممكن حدا يساعدهم يكونوا في بيت مستقل مثلا. بالضبط هذا اللي كانت تحكي عنه ست نبيلة. بالضبط سماح، تقصير من هون ومن هون ومن هون، وهذا اللي صار. إذا الأخ هذا في إشاعات يعني بيحكوا عن إنه هو ضحية مخدرات وهيك، هل لو كان في إطار علاجي هل يا ترى بيصير هاي الجريمة؟ لا ما هو سماح، المسألة ما خاصها بالخلفية، إذا كان على خلفية مخدرات ولا ما بعرف. هو المشكلة بالأساسية هي بفيها، هي بحد ذاتها نفسها. ست نبيلة كانت حابة تسلم عليك وتحكي معك شوي صغيرة، تفضلي أنت وسماح. سماح عزيزتي، لو تحكي شوي عن المظاهرة اللي مخططة لليوم. اليوم في مبادرة محلية يعني من النساء من يافا، في وقفة احتجاجية في دوار كهيل على الساعة 4:30. كل طبعا اللي بيعرفوا الدوار تحت، صحيح؟
الدوار التحتاني مش جوا، بأول يافت. يافت 380 افكر هذا تمام. اللي يعني موجود عندي كمان، اسا شاركته في الفيسبوك اوكي الحدث. يا ريت يعني هيك نصبح حالنا ونطلع شوي من المطبخ باول يوم رمضان، ونوقف هاي الوقفه حتى ما حتى هذا الشهر على الاقل يكون مش دموي كيف بلش، ونصرخ صرخه للإشي المهم فعلا اللي هو حياتنا. يعطيكم ألف عافية غالية، ويا ريت كل واحد بسمعنا ويكون بالمنطقة يوقف معنا هاي الوقفة. ان شاء الله بنكون احنا كمان، ويا رب مجتمعنا كلياته يكون بغض النظر مين هو وايش هو، لانه يعني كفى كيف ما احنا شايفين على اللافتات اللي حاملينها في على شاشتنا. سماح، بدنا نشكر حضورك معنا عبر الهاتف عن جمعية معهن. سماح سلامي، اهلا وسهلا فيك معنا في هذا النهار.